بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن برنامج لاستخراج الإيميلات وأرقام الهواتف من أي موقع مسجل عليه إيميلات أو أرقام هواتف نستطيع أن نستخرجها، وذلك بغرض التسويق الإلكتروني. كل ما عليكم هو التوجه إلى هذا الرابط الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد ذلك تقومون بالضغط هنا. بعد أن يقوم بتنزيل البرنامج هذه أيقونة، نقوم بعمل مجلد فاضي تحت أي مسمى نريده. بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة هذا البرنامج مرتين، نضغط على تشغيل، من هنا نختار اللغة التي نريد ثم نضغط OK. بعد ذلك هنا نختار الآن المجلد الذي سوف يكون به الملفات، وسوف أختار الشبح الذي قمت بإنشاءه، ثم بعد ذلك أوافق على الشروط، أضغط نكست، ثم أضغط على هذا الزر وانتظر. طيب سوف أقطع التسجيل حتى لا يكون الفيديو طويل جدا، وأرجع لكم بعد ذلك. طيب بعد أن قام بالتثبيت تخرج لنا الصفحة بهذا الشكل، نضغط على فينش. بعد ذلك نقوم بالضغط على المجلد الذي بداخله مجلدات البرنامج، ونضغط على أيقونة البرنامج هنا مرتين، ثم بعد ذلك نضغط هنا. طبعا باختيار اللغة يمكننا أن نختار مثلا العربية، لذلك نضغط هنا. طيب الآن يمكن شراء البرنامج، ويمكن تفعيل مفتاح التسجيل إذا كنت قمت بشرائه في السابق، أو يمكن أن تكمل بالوضع المجاني، ولكن الوضع المجاني لن يقوم باستخراج النتائج إلا فقط 20%، أي لن يستخرج النتائج 100% إلا عندما تتوفر على سريال أو كراك أو أي شيء تحصل عليه من الإنترنت، أو قمت بشراء النسخة الأصلية. نحن لن نضع لا سريال ولا كراك، ولن نقوم أيضا بشرائه، بل فقط سوف نستخدم النسخة المجانية. نضغط هنا. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا مشروع جديد، وتختار ماذا أنت تريد. هل تحتاج البريد الإلكتروني؟ من هنا تضع علامة صح. بعد ذلك إذا كنت تحتاج أيضا
هاتف مثلا تضع علامة صح هنا وإلى آخره. بعد ذلك تضغط على التالي. هنا سوف تضع طيب هنا عفوا سوف تضغط على التالي أيضا، وهنا سوف نضع علامة الصح هنا عفوا أيضا ليس هنا، بل سوف نضغط أيضا على التالي وبعد ذلك سوف نضغط على إنهاء عفوا ليس إنهاء بل سوف أعود لكم لحظات. طيب كما ذكرت نعود من جديد. بعد أن يفتح البرنامج نضغط على مشروع جديد، تختار ما تريد من هنا، ثم بعد ذلك تضغط على التالي، ثم تضغط هنا على التالي، هنا تضع الموقع الذي تريده أنت، ثم بعد ذلك تضغط على التالي، ثم بعد ذلك تضغط على إنهاء، ثم بعد ذلك تضغط على بدء هنا وتنتظر إلى حين أن يستخرج لك الإيميلات وكذلك أرقام التليفون. هنا سوف تجد أرقام التليفونات وهنا سوف تجد الإيميلات كما ترون، فقد استخرج إلى الآن 6 إيميلات. تترك البرنامج يعمل لوحده لمدة طويلة جدا. بعد ذلك إذا أردت أن تقوم بالحفظ تضغط هنا ثم تضغط على تصدير نتائج هنا ثم تضغط هنا على إكمال من غير تسجيل. وسوف يتم إن شاء الله حفظ النتائج التي قد استخرجها الموقع لك. نتمنى أن يكون البرنامج أو بالأصح عفوا الشرح، أعتذر عن الخربطة التي لدي هذه بسبب انشغالي في أمور أخرى. نتمنى أن نكون قد قدمنا في درسنا لهذا اليوم شيئا مفيدا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وزيارة موقعنا والاشتراك في القائمة البريدية وزيارة صفحتنا على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس والاشتراك بهم. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.